سلام عليكم يا جماعة الخير. بحكم ان حفل جوائز الاوسكار لعام 2019 على الابواب، حبيت اسوي لكم فيديو انترستينج ومثير للاهتمام عن الافلام المظلومة في تاريخ الاوسكار. فالفيديو ذي بتكلم عن الافلام اللي تم ترشيحها لجائزة بيست بيكتشر ولكن ما فازت وخسرت لافلام ثانية، وبعد بذكر عن الممثلين اللي تم ترشيحهم للجائزة ولكن بعد انظلموا وما فازوا فيها. والجزء الاخير من الفيديو بذكر عن افلام وادوار كان مفروض ترشح لربما تفوز بعد. ويا جماعة ترى هاي فقط رأيي الشخصي، كلامي مو منقوش على الحجر، وارى ان في وايد افلام ما بذكرها، بس بحط اكثر الافلام اللي صج انا عصبت يوم خسرت الجائزة. فخلونا نبتدي في الليستة. في عام 2017 يوم خسر فيلم لا لا لاند حق فيلم مون لايت، شلون فيلم لا لا لاند فيلم تحفة، فيلم جميل، يخسر الفيلم مونلايت؟ الحين ترى قبل لا أكمل كلامي، ترى مونلايت is not a bad movie ولكن ما يستحق أوسكار بس بيكتشر. وأنا دائما أقول حق فيلم يفوز بس بيكتشر لازم stand the test of time، لازم تطوف امتحان الزمن، يعني تكون مخلدة ولن تنسى. إحنا اليوم نذي نتكلم عن لا لا لاند وما بننسى، بس كم واحد فيكم يتذكر مونلايت أو يتكلم عن مونلايت؟ صراحة كم واحد فيكم؟ ما أعتقد وايد ناس. يعني فيلم لا لا لاند قصة جميلة، تمثيل محنك، الفيلم يذوب أبرد القلوب. وفيلم مونلايت فاز لأن القصة عن أمريكان من أصول أفريقية. أتفهم أنا جرأة الموضوع وعمق القصة، تمثيل الممثلين في مونلايت كان قوي، ولكن هالشي مو بكافي علشان يفوز بيست بيكتشر. لو فاز فيلم هاكسا ريدج ذيك السنة ما بعصب، ولكن مونلايت لا يستحق الجائزة. وفي عام 2016 فاز فيلم سبوتلايت على فيلم The Revenant. أوكي، فيلم سبوتلايت ناقش موضوع حساس ومقزز في نفس الوقت، ولكن ما يستحق بيست بيكتشر. هالفيلم ذي ما في اليونيك فاكتور اللي أنا أسميه، العامل المتميز اللي يخلي الفيلم stands out. The Revenant كان جدا قوي، واخراج محنك، وتمثيل خرافي حق ديكابريو. بس انتوا ايش رايكم؟ في عام 2010 فاز فيلم The Hurt Locker. هالفيلم تغلب على Inglourious Basterds، فيلم Up، District 9 وأفاتار. احس الاكاديمي فوزوا الفيلم لان قصته عن حرب، المخرجة بنت، يعني كانوا يبي يشجعون الفيميل دايركتورز. I understand, I respect that. بس الفيلم ما استحق Best Picture. انا للأمانة تمنيت لا يفوز District 9، كان فيلم خيال علمي متميز وصج متعوب عليه. وأفاتار كسر الدنيا، مع انه مو كل من يحب القصة. وانجلوريوس Bastards تحفة حق ترنتينو. وفيلم Up الانيميشن فيلم روعة. معقولة The Hurt Locker تغلب على كل هالأفلام ذلين؟ وأكرر، الفيلم اللي يفوز Best Picture لازم يجتاز امتحان الزمن. The Hurt Locker أحسه منسي، ولكن الأفلام الباقية ما حد نساها. في عام 2008 فاز فيلم No Country for Old Men على فيلم There Will Be Blood للمخرج بول توماس أندرسون. أنا أشوف There Will Be Blood أقوى، تبوا تهاجموني هاجموني. يوم شفت No Country for Old Men ما كونت أي connection مع الفيلم، ما حرك أحاسيسي. There Will Be Blood شيء ثاني، فيلم ماستربيس ترى، يعني شوفوا الفيلمين الحين وانتوا قرروا. في عام 2003 فاز فيلم شيكاغو على فيلم The Pianist. I mean come on، انا اتفهم ان الاكاديمي ما يحبون المخرج رومان بولانسكي وعنده وايد قضايا متعلقة بالتحرش الجنسي، ولكن فيلمه كان رهيب. وادريان برودي فاز اوسكار ذيك السنة على اداء الخرافي، والاكاديمي طلعوا حارتهم في التصويت وما صوتوا حق الفيلم وعطوا الجائزة حق فيلم موسيقي. عام 2000 خسر فيلم The Green Mile لأمريكان بيوتي. انتو حين تشوفون أمريكان بيوتي يستحق أوسكار بس بيكتشر؟ للأمانة وقارنوا بفيلم The Green Mile مال توم هانكس، صج شوفوا الفيلمين الحين. The Green Mile واحد من أكثر الأفلام المظلومة في التاريخ، ترى في بعد أفلام غير بقول لكم عقب شوي، ولكن قصة خرافية، تمثيل فظيع، الموسيقى جميلة، الفيلم حرك أحاسيسنا، مايكل كلارك دانكن أبدع في هالدور. Me in the dark. I was afraid of the dark. والفيلم صدق كان 3 ساعات بس طاف كذي. ولكن الأكاديمي صوتوا حق فيلم أمريكان بيوتي عن أبو في أزمة نص العمر وينعجب صديقة بنته، يعني what the hell man. وزدكم من الشعر بيت، لو فاز فيلم The Sixth Sense ذيك السنة ما بعصب وايد. في عام 99 فاز فيلم شكسبير إن لاف أوسكار بيست بيكتشر، وذي الفيلم كلش ما يستحق هالجائزة ذي، ولا حتى بعد بطلة الفيلم تستحق جائزة الأوسكار اللي بتكلم عنها بعدين. مواقع الجوسبس والإشاعات يقولون إن هارفي واينستين كان وايد شغال من وراء
الكواليس علشان يأثر على التصويت ويخلي الفيلم يفوز بيست بيكتشر. وتعرفوا شنو الأفلام المرشحة ذيك السنة؟ تنصدمون. فيلم Life is Beautiful لروبرتو بينيني، لأن شخصيا وايد أحب هالفيلم. عندك فيلم إليزابيث، فيلم جدا قوي. Saving Private Ryan مال سبيلبرغ. The Thin Red Line. يعني come on، تتقصون على مين؟ Shakespeare in Love أحسن من كل هالأفلام ذلين؟ نصدقي أحسن؟ There is no day for me to look upon. She is my essence, and I leave to be if I be not. Take off your hat. في عام 1995 هذه أسميها الحيرة العظمى. أنا وايد تحيرت في هالسنة ذي، لأن صدق السنة كانت قوية للأفلام، وبخلي القرار بيدكم أنتوا يا جماعة. في ذيك السنة فاز فيلم فورست جامب أوسكار بيست بيكتشر، ولكن في نفس السنة ترشح فيلم بالب فيكشن حق تارانتينو، وبعد فيلم ذا شوشانك ريدمشن. يعني أنا تحيرت، يعني أنا أحب فورست جامب وايد، وأنا ترى وايد أحب الفيلم، يعني وايد وايد. ولكن الأمانة Pulp Fiction يدرس في الجامعات الحين، وشوشانك ريدمشن أعلى فيلم في التاريخ يحصل تقييم في مواقع الأفلام. بعد تفكير عميق أنا أقول شوشانك ريدمشن يستحق الأوسكار بس بيكتشر، وانظلم هني وايد. يعني صدق قلبي عورني، ولكن لازم أكون صريح، أنا أختار The Shawshank Redemption. ولكن شنو رأيكم يا جماعة؟ في عام 91 فاز فيلم Dances with Wolves على فيلم Goodfellas مال سكورسيزي. آسف كيفن كوستنر، بس فيلم مارتن سكورسيزي Goodfellas فيلم فظيع وجدا قوي. شلون يخسر حق Dances with Wolves؟ أنا ترتبت Dances with Wolves، ترى حلو الفيلم، ولكن Goodfellas أحلى بوايد. وانت الحين كم واحد فيكم شاف فيلم Dances with Wolves؟ صدق كم واحد؟ ما أعتقد وايد ناس. Now go home and get your fucking shine box. Motherfucking mutt! You fucking piece of shit! Come on! في عام 86 هالسنة ذي وايد تعور القلب، خسر فيلم The Color Purple أوسكار Best Picture لفيلم Out of Africa. يعني هني عنصرية عيني عينك، أي أحد يشوف الفيلمين الحين يقول مستحيل The Color Purple ما يفوز أوسكار Best Picture. فيلم جدا خرافي من إخراج الأسطورة ستيفن سبيلبرغ. القصة يا جماعة تعور القلب، التمثيل هني شيء مو طبيعي. Look at you. You're black, you're poor, you're ugly, you're a woman, you're nothing at all. You do right by me. Everything you even think about gonna fail. وترون لهالزمن ذي للوقت الحالي في مسرحية اسمها The Color Purple، مسرحية جدا ناجحة، والناس يروحون يشوفون المسرحية لأن يحبون القصة. بس Out of Africa أنا والله ما سمعت ولا شفت أي مسرحية. والحين خلوني شوية أتكلم عن بعض الممثلين والممثلات اللي انظلموا في سباق الأوسكار. روبرت دينيرو ما فاز الأوسكار حق فيلم تاكسي درايفر، خسرها حق بيتر فينش اللي مثل فيلم نتورك. والممثل يعني كان متوفي، فيا ترى هل الأكاديمية فوزوا بالجائزة لأنه متوفي؟ ومعقولة دينيرو ما يفوز أوسكار على التمثيل الخرافي لفيلم تاكسي درايفر؟ You talking to me? Who the hell are you talking to me? وبعد عندنا يا جماعة ساميول إل جاكسون، هاي أسطورة، هاي A Living Legend. ترون ما عنده ولا أوسكار، ولكن رشحوه حق فيلم Pulp Fiction وخسر الجائزة لمارتن لاندو اللي مثل فيلم إدوارد، وأنت راح أحب فيلم إدوارد وايد. ولكن الأمانة جاكسون أبدع في فيلم Pulp Fiction، صج كان فظيع. ونيهني حق الممثل المظلوم ليوناردو دي كابريو، وانظلم أول مرة في فيلم What's Eating Gilbert Grape اللي خسر الأوسكار وفاز فيها تومي لي جونز على فيلم The Fugitive. أنا آسف يا عشاق تومي لي جونز، ولكن أداءه في فيلم The Fugitive ما له بعد عميق. دي كابريو روان عضلات التمثيلية في فيلم What's Eating Gilbert Grape. وبعد مسكين هو انظلم في فيلم The Aviator. ذيك السنة كان بعد جيمي فوكس مرشحينه حق فيلم ري وعطوا الجائزة حق ذي الفيلم، بس دي كابريو كان جدا قوي في The Aviator. يعني الريال مسكين انظلم مرتين. عندنا بعد ايمي ادمز، مسكينة جدا مظلومة، وتم ترشيحها 6 مرات حق الاوسكار، ولكن انظلمت على فيلم داوت. انا تشوف انها كمفروض تفوز، ولكن الاكاديمي عطوا الجائزة حق بينيلوبي كروز في فيلم فيكي كريستينا برشلونة. فيلم حلو ترى، ولكن تمثيلها مو ذاك قوي. وكيت بلانشيت بعد انظلمت في الاوسكار لجوينث بالترو اللي فازت على شكسبير ان لاف. يعني تمثيل كيت بلانشيت في فيلم اليزابيث كان خرافي، لا يقارن تمثيل بالترو. اوكي يا جماعة الحين بقول شيء لا تعصبون، اوكي، بس نطر لما اخلص ذي البوينت. أوكي.
اوكي. توم هانكس خسر الاوسكار عام 2001 لراسل كرو. توم هانكس رشحوه حق فيلم كاستاوي، وراسل كرو رشحوه وفاز حق فيلم جلاديتر. انا اشوف ذيك السنه راسل كرو ما يستحق الاوسكار، وكان مفروض هانكس يفوز فيها، ولكن راسل كرو يستحق الاوسكار في السنه اللي عقبها، ورشحوه حق فيلم بيوتيفول مايند، ولكن ذيك السنه فاز الاسطوره دنزل واشنطن حق فيلم تريننج داي. وانا اشوف انه كان لازم يكون في تعادل في التصويت، وصارت مرتين في تاريخ الاوسكار تمثيليا. اول مره عام 1932 بين فريدريك مارش ووالاس بيري، المرة الثانية عام 1969 بين باربرا سترايساند وكاثرين هابن. فذيك السنة لو دينزل وراسل كرو فازوا الجائزة، ما أعتقد أن أي أحد بيعصب. وبعدها جماعة إدوارد نورتون انظلم في تاريخ الأوسكار، عطانا أداء جدا قوي في فيلم برايمال فير، ولكن الأكاديمي عطوا الجائزة حق كوبا جودينج جونيور في فيلم جيري ماغواير. آسف كوبا، بس أنت ما تستحق الجائزة. وعندنا ووبي جولبرغ اللي كانت تستحق الأوسكار بكل جدارة لتمثيلها الأسطوري في فيلم ذا كولر بيربل، ولكن بسبب عنصرية الأكاديمي عطوا الجائزة حق جيرالد دين بيج اللي مثلت فيلم تريب تو ذا باونتيفل. واحنا يا جماعه بتكلم عن الافلام اللي انا اعتقد كانت تستحق ترشيح للاوسكار، وبعد بعض الادوار اللي كانت جدا قويه ولن تنسى في تاريخ السينما. اول شيء عمر الشريف في فيلم دكتور زيفاغو. عمر الشريف هنا انظلم، وتخيل انه فاز جولدن جلوب على اداء القوي في فيلم دكتور زيفاغو، ولكن الاكاديمي ما رشحوه ولا حتى عطوه. فيلم الكرتوني علاء الدين وايد انظلم، فيلم كان جدا قوي والنقاد حبوا الفيلم، وانا تمنيت لو ذي الفيلم رشحوه حق بيست بيكتشر في الاوسكارز، لان السنه اللي قبلها رشحوا فيلم بيوتي اند ذا بيست. فليش فيلم علاء الدين ما يترشح؟ هل تتوقعون ان اسم الفيلم له علاقه بهالشيء؟ جوني ديب هالممثل المبدع المخضرم اللي يتقمص الشخصيات بشكل خرافي، جوني ديب كان المفروض يترشح ويفوز الاوسكار لاداء الفظيع في فيلم ادوارد سيزرهاندز، بس هالريال جدا مظلوم، او السنه اللي هو يترشح فيها تكون في وايد منافسه قويه. بس الامانه ما نقدر ننكر الابداع التمثيلي والتقمص العميق للشخصيات الغريبه اللي هو يمثلها. كم شخصيه هو مثلها ليومكم ذي انتم ما نسيتوها؟ وايد. فيلم ذا دارك نايت لما ترشحت فيلم بلاك بانثر وقلت انه هو ون اوف ذا بيست موفيز في عام 2018، شلون ما ترشحون فيلم ذا دارك نايت؟ فيلم ذا دارك نايت شبه متكامل، واحد من اقوى الافلام في تاريخ السينما، بس انه فيلم كوميك بوك بس. الحين فيلم بلاك بانثر انه احتفال بالحضاره الافريقيه رشحتوه حق الاوسكار؟ ما عليه، الحين بتقولون ان انا متحيز حق دي سي. بقول لكم فيلم مال مارفل، فيلم كابتن امريكا وينتر سولجر يعتبر واحد من اقوى الافلام في تاريخ الكوميكس بالنسبه لي انا. وايد نقاد قالوا ان هالفيلم المفروض يرشح للاوسكار، ولكن الفيلم مر مرور الكرام. وعندنا بعد جيمس ماكافوي في فيلم سبليت. يحتاج اقول لكم شيء؟ شوفوا انت التمثيل الخرافي. Don't do that. He can't handle reality. My name is Jade. Has Dr. Fletcher been getting our emails? This is what we have to do. وهذا قائمتي يا جماعة على السريع. أرى أن في وايد أفلام ووايد ممثلين ظلموا في التاريخ، بس دش رأيكم؟ فكروا فيها شوي، ما تحسون سالفة فيها وايد ظلم وفيها وايد بوليتكس وسياسة؟ وهل انصدمتوا من أفلام معينة؟ وإذا حبيتوا هالفيديو ذي طقونا لايك وسوونا شير وسبسكرايب وفولو بعد في الانستغرام والتويتر. يلا يا جماعة نشوفكم على خير.